ربنا يسوع المسيح له كل المجد بيكلمنا من خلال بشارة معلمنا يوحنا الإصحاح 15 في الخطاب الوداعي اللي كان قاله للتلاميذ قبل أحداث الصلب والقيامة، وقال لهم إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا ليكون فرحكم كامل. وكان ربنا يسوع المسيح له كل المجد يقصد بهذا الكلام لتلاميذه ولنا نحن ايضا، هي الكرازة باسمه وطلب ملكوته، فيش حاجة تانية. لأن في إنسان يقول لك ربنا يسوع قال اطلبه كل شيء باسمي تنالونه، أي شيء تطلبانه تنالونه. أولا أيها الأحباء، إحنا بنطلب من الملك، فإنسان رايح يقابل الملك يطلب منه طلب يفضل يجاهد ويتعب ويصلي لحد ما يوصل ليه، وبعدين في الآخر يقول له من فضلك اديني كوباية مية، مش معقول. احنا في صلواتنا بنعمل كده، هو ملك الملوك ورب الأرباب، في صلواتنا لو سمحت يا رب نجح الولاد من فضلك، وبنطلب بلجاجة من فضلك يا رب ارزقني ببنت صالحة زوجة صالحة، من فضلك يا رب ارزقني بمال اديني اولاد اديني نجاح اديني منصب عشان اكون ذو وجاهة كده في المجتمع، اديني سلطة اديني عمر طويل اديني صحة، كل الحاجات دي اهل العالم بيطلبوها مش كده؟ ومن غير ما الانسان يطلب ينجح، حتى لو كان شرير، حتى لو كان ما يعرفش ربنا اصلا، طالب ما يعرفش ربنا واحد شرير كمان لكن بيجاهد كويس في المذاكره بتاعته ما هينجح. واحد من الناس محافظ قوي قوي على صحته، ما صحته بقى كويسه، الله عادل، اللي بيجاهد بياخد، فمش هو ده الطلبات اللي باسم ربنا يسوع. نفسي حد على المسبح كده يطلب يقول لي يا رب يسوع اريد ملكوتك، شهوة قلبي انت يا رب، هي دي الطلب اللي باسم ربنا يسوع. الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل، هي الفرح اللي احنا بنشوفه في العالم هنا فرح كامل؟ لا، الإنسان يتعب وينجح وبعد شوية خلاص عادي الفرح بتاعه زال عنه. إنسان كان مريض وخف، ساعة المرض كان بيبقى حزين وتعبان ومتألم، أول ما يخف يبقى فرحان لكن بعد كده عادي، مش فرح كامل. إنسان فضل يجاهد في شغله لحد ما وصل لمنصب معين فرح لكن بعد كده بقى عادي، مش فرح كامل. أو تلاقي فيه أمر آخر بدل الفرح بحزن، فإذا كل الطلبات اللي احنا بنطلبها في الأرض هنا مش فرح كامل ومش باسم ربنا يسوع. الطلب اللي باسم ربنا يسوع هو الملكوت. ادالنا ربنا يسوع له كل المجد مثلين جمال جدا، أم ابني زبدي فرحت أو بولادها الاثنين يعقوب ويوحنا مع ربنا يسوع، ده شيء صالح كويس جدا، ولكن الطلب بتاعها كان مقبول بالنسبة لنا احنا لكن بالنسبة لربنا يسوع ما كانش مقبول. ايه هو الطلب ده؟ قالت له يا ربي او يا معلم خلي اولادي الاثنين دول واحد على يمينك واحد على شمالك في مجدك.
طلب كويس ولا مش كويس؟ ده كويس من وجهة نظرنا احنا، حاجة كويسة في المجد، لكن رفض ليه ربنا يسوع الطلب ده؟ لأن فيها حب للذات، احنا بس، خلي ولادي بس، واحد على يمينك واحد على شمالك في مجدك. نمرة اتنين قال لها مش بالصورة والمنظر، لكن هل تستطيعان أن تشرب الكأس التي أنا أشربها؟ قالوا نستطيع. هو عارف أن المسألة صعبة، لكن هم بيقولوا كده خلاص. قال لهم حتى هذا المجد لا أعطيه أنا إلا باسم أبي. إذن يبقى الطلب يكون موجه إلى جلال المسيح، مش لنا إحنا، مش لشخصي أنا. المثل الثاني لما ربنا يسوع المسيح راح بلد من بلاد الجليل علشان يكرس فيها ومنعوه، برضو الاثنين دول يعقوب ويوحنا طلبوا منه انه ينزل نار من السماء علشان تحرق الناس دي اللي رفضوا المسيح. يمكن احنا بمشاعرنا الإنسانية نقول دول عندهم غيرة روحية وعشان ربنا يسوع يعني مرضوش يقبلوه، فلا، بس ده مش فكر مسيحي أبدا ولا طبيعة إلهنا الصالح ملك السلام. قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، أنتم من السماء، إيه اللي بتقولوه ده؟ إيه الفكر ده؟ وإيه الكلام ده؟ مش فكري ولا كلامي. علشان كده عايز يوجه نظرنا للطلب المقدس اللي باسمه، اللي هو السماء الملكوت. عايز يوجه كل أنظار الناس لكده. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. طب وكل الصلوات اللي احنا بنصليها قبل كده دي كانت إيه؟ كلها حاجات تطلبها الأمم، اديني الصحة، اديني فلوس، اديني حياة كويسة، خليني سعيد، حل المشكلة، شيل المرض، كل دي بتطلبها الأمم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون لكم فرحا كاملا. هو ده الملكوت، الفرح الذي لا ينطق به ومجيد في السماء، اللي هو الإنسان يكلل قانونيا في الإيمان، إيمانه سليم، أعماله سليمة، لسانه حلو، وشه زي وش المسيح، يؤدي رسالته هنا في الأرض ويطلب الملكوت، يوصل ربنا يسوع يفتح أحضانه كده يقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. لكن أحيانا كثيرة بننسى الحكاية دي، ننسى أن كل الناس هتمشي، كل الناس هتمشي للحياة اللي هي الحقيقية، مش الحياة الهيولية اللي احنا عايشينها. قد ايه الإنسان بيهتم بالمريض، بالطبيب اللي بيشفي المرض الجسدي ويديله اعتبار قوي، ولما الإنسان يجي له سخونة شوية كده يجري على الدكتور بسرعة، ولكن لما روحه تتجرح وروحه يبقى فيها برود، البرود ده يوصل لحالة الموت، ما بيسألش في الطبيب الروحي، مش مهم. هذا الإنسان يفاجأ بعد كده إنه ملوش مكان في السماء. ليه؟ لأنه اهتم بحسب الجسد ليس بحسب الروح. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل. لازم تطلب الملكوت. داود النبي قال وجهك يا رب أطلب، مش بس كده، قال لي اشتهاء أن أجلس على عتبة بيت الرب، ما أحلى مساكنك يا رب، بيتك يا رب طليق به القداسة. شهوته أنه طول أيام حياته يكون في بيت الرب،
اسمك حلو يا رب، فهو طول النهار تلاوتي، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. هو ده اللي بيطلب اسم ربنا، هو ده اللي بيطلب الملكوت، هو ده اللي بيطلب الطلب الصح علشان يفرح فرحا كامل. هي دي الرسالة ربنا يسوع عايز يوصلها لنا، نطلب صح، نطلب صح باسمه. طيب هو ادلنا مثل قبل كده، قال لنا كل ما تطلبون في الصلاة مؤمنين تنالوا له صح. وادلنا مثل رائع، قال إذا سألك ابنك سمكة أفتعطيه حية؟ وإذا سألك ابنك بيضة أفتعطيه عقربا عوض البيضة؟ وأنتم أشرار تصنعون حسنا مع أبنائكم، فكم وكم أبيكم الذي في السماوات الذي شمسه تشرق على الصالحين وعلى الأشرار أيضا. والمطر بتاعه برضه على الصالحين والطالحين كله. فربنا إلهنا الصالح بيدلنا أحلى سمكة وأجمل بيضة، بس في نظره هو مش في نظرنا إحنا. لما نطلب باسمه يدلنا أحسن حاجة اللي يكون فيها الفرح الكامل والنجاح الكامل، مش الفرح الهيولي ولا النجاح الهيولي، لا، فرح حقيقي ونجاح حقيقي، لأن احنا طلبنا باسم الملك. تخيلوا بقى الواحد يروح للملك يطلب منه حاجة تليق بالملك نفسه، يدهاله في نفس القوة ونفس الجلال نفس العظمة. وهو ده الملكوت اللي احنا المفروض نطلب باسم ربنا يسوع المسيح، هذا الملكوت. ربنا يبارك حياتنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.